يصبحكم بالخير. نتواجد في قرية نوبة قرب الخليل الواقعة على سفح جبل آخذ بالانحدار من الشرق إلى الغرب، وفيها أيضا إحدى مدارس الصوفية التربوية في فلسطين. قرية نوبة هي قرية متواضعة تيجي شمال غرب الخليل، مساحتها تقريبا 27,000 متر مربع، عدد سكانها تقريبا 6,000 نسمة، ثلث من السكان يعني تقريبا يعني عدد سكان اللي هي قرية مع الخارج ها تقريبا حركة 9,000 أو 10,000، الثلث منهم تقريبا موجود في الخارج في الأردن في سوريا في بلاد الشتات، هذول خرجوا بعد 67. نوبة كما يقول أهلها أطلق عليها هذا الاسم الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك كما كتب على حجر فوق منبر المسجد العمري، حيث قال عنها ضيعة نوبة وأعلنها وقفا على المسجد الأقصى. الحجر هذا طبعا كان موجود في البداية على المسجد القديم، وإحنا تم تناقله في كل تطوير كان يصير للمسجد، يتناقل في محافظين على الحجر نفسه، يتناقل من مسجد لمسجد حتى وصل للوضع الموجود حاليا. يعني بحب أقرأ أول شيء العبارة الموجودة على هذا الحجر، مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم: هذه الضيعة نوبة بحدودها وأطرافها وقفا على مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى، أوقفها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لوجه الله تعالى. طبعا هذا نحكي عن المسجد، طبعا المسجد العمري اسمه نسبة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. طبعا في مساجد كثيرة عندنا في فلسطين بهاي التسمية. هذا المسجد كان في البداية عبارة عن عقد من الريش، هذا الحجر كان موجود فوق المحراب طبعا، بعدين تم تطويره على 3 مراحل. بير المالح الذي يتوسط البلدة أخذ اسمه من ملوحة مياهه، وهو البئر الوحيد المالح في البلدة، حيث من النادر جدا أن يوجد بئر مياهه الجوفية مالحة من مصدرها الأساسي. هذا غمقه يمكن يقل عن 20 متر، حسب ما بنسمع أنه بناه اللي هو الشيخ عبد الحي أو حفره في عهد الشيخ عبد الحي القاسمي رحمة الله عليه، ففي له عين او خلينا نقول قناه تمتد من عند البير لغايه تحت. كانت الناس طبعا ما تنزل في داخل البير او تاخذ مي من داخل البير عن طريق الحبل، في كان عين تحت تنزل الناس مثلا تستحم او تاخذ مي للغسيل او مثلا للمواشي او لاي غرض ثاني في البيت. مقام الشيخ إسماعيل من الآثار القديمة الباقية في البلدة، ومنذ القدم كان كثار يواظبون على زيارته وإضاءة الشموع داخله بقصد التقرب، وإلى اليوم لا يزال يعتقد بأهمية مكانته. من موعين على هذا البلد ونحن نرى هذا المقام، كان الناس يقدسوه ويضووه كل أسبوع كل ليلة جمعة، في له سرج من السرج القديم يحطوا فيها الزيت أو كاز وإلو فتيل ويضووا هذا المقام كل ليلة الجمعة. هذا الحرج هذا المكان اللي فيه مقر المجلس كان كله ساحة يقال لها ساحة الشيخ إسماعيل. في البلدة 5 مساجد، واحد منها زاوية لطريقة القاسم الخلوتية الجامعة، وهي إحدى المدارس الصوفية، حيث تعتبر هذه الزاوية واحدة من أكثر من 50 زاوية في فلسطين كلها. الطريقة لها عدة زوايا في محافظة الخليل، في رام الله، في منطقة بيت لحم، في فلسطين المحتلة عام 48، يوجد لها أكثر من 50 زاوية. القائم عليها الشيخ، شيخ الطريقة قائم على هذه الزوايا من مصاريف من بناء من جميع.
مسجد الزاوية يتميز بضخامة بنائه ومآذنه التي تصدح بالصلاة على النبي بعد كل أذان، كما تقضي واحدة من أهم الركائز في طريقة القاسم الخلوتية.